انتم كتيار وطني حر ورئاسي جمهوريه مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وهو بنفس الوقت رئيس حكومه تصريف العمل، خير ان شاء الله. بتكون حكومه ولا ما بتكون حكومه؟ كتيار وطني حر عم بحكي، مش كتيار ورئاسي اكيد، مش كالرئيس ميقاتي. هلا بنيجي على الرئيس ميقاتي، انتم بتكون حكومه ولا ما بتكون؟ اول شيء ست سمر، نحن بتعرفي ما سمينا الرئيس ميقاتي، وقعدة وقلنا ما سمينا وما سمينا. أوكي. يعني ما عنا هالهي. نحن بالتيار الوطني الحر ما بدنا بالحكومة، نحن بدنا من الحكومة. وفي فرق، نحن ما بدنا بقلب الحكومة، بدنا من هيدي الحكومة. نحن عم نقول إيه بس تيكون أوكي، ما بدك بالحكومة يعني ما بدكم حصة، وأعلن الوزير جبران باسيل بدنا من الحكومة، بده يكون في حكومه تيكون بدكم منها. بس انا سؤالي خليني بتوين، خليني لا سؤالي اذا بدكم حكومه ولا ما لا. انا رح اوصل لك للي انا حابه اقول لك اياه. نحن لانه بدنا من الحكومه، مطلوب من الحكومه اشياء تنفذها وتنجزها، وقال الوزير باسيل بجلسته وقت الاستشارات غير الملزمه في كثير ملفات داهمه وملفات نحن هلا اللبناني عم يدفع حقها، الكهرباء، المي، التليفون، اللي بدكي. وبالتالي نحن بالنسبة لنا ما نريده من الحكومة هو أن تكون حكومة تقدر خلال هالشهرين ثلاثة اللي باقيين من عمر العهد، قبل ما الرئيس ميشيل عون يترك قصر بعبدة، أنه تقدر تعمل شيء بملفات إصلاحية اقتصادية، موضوع النازحين، مواضيع كتير تاني. أنت معك خبر أنه نحن مهما جلبنا ومهما أتانا من حلول اقتصادية، وهلأ إذا بيجي حدا بكبلنا بسكرلنا كل الدين العام تبعنا، بقلنا ها وكدو أنا عم سكرلكم الدين العام، كل ما موضوع النزوح السوري موجود سيبقى هذا النزيف في اقتصاد اللبناني. وبالتالي هيدا موضوع أولوية يجب معالجته أي حكومة. ونحن منتأسف انه مش نتاسف، ومن تاني مال بنقول عساه خير انه الرئيس ميقاتي امبارح تذكر، بس صارت حكومه تصريف اعمال، تذكر انه في نازحين وفي هيدا، ونحن قلنا 11 سنه هيدا الموضوع عم نصرخ فيه ومنعلي الصوت، واتهمنا بالعنصريه وبكل ابشع انواع الاتهامات اللي ما بتليق بانسان. ليه؟ لانه نحن عم نيجي نقول لهم انه هيدا النزوح، هيدا النزوح، ولو انتم مشيتوا معنا من الاساس كنا نظمناه. هلا هيدا ما بيفيد، لو عملتوا هيك وكنا ما وصلنا لهون. المهم اللي بيفيد هو الوضع القائم هلا حاليا بموضوع الحكومه. طيب نحن روح ابعد لا من لا انا رح جايبك، خليني جايبك، ما تسالي ما تعذبي حالك، انا رح جايبك. يلا انت بدك تساليني عن الحكومه هلا وعن التشكيله. بدي اسالك عن الحكومه، بدي اسالك عن التشكيله. سالتك اذا بالاساس بدكم حكومه، لانه اليوم هيدي سيف ذو حدين، لانه اذا بدنا نجي نقرش الامور بيطلع انه مصلحه التيار الوطني الحر وفخامه الرئيس انه ما يكون في حكومه، لانه بالحكومه المقبله قد لا يكون عندكم هيدا الثقل وهذا العدد يلي عندكم اياه هلا في هذه الحكومه. اول شيء طبعا نحن بدنا حكومه، برجع بقول لك، لانه مشاكل الناس ما بتحمل هيدا الغنج وما بتحمل هيدي التصرفات يلي عم بيتم التصرف فيها. اكيد بدنا حكومه، ويلي عم بيعطي نظريه انه الرئيس ميشيل عون انه ما بيرضى، لا بالنتيجه الرئيس ميشيل عون شريك بهيدي الحكومه، وطبعا وحقه. أوكي. ولو صار باخر عهده حقه هو أقله، إذا مش هذا إذا حق مش إذا الدستور مش إذا صار أن يكون شريك بالتشكيل، ومش إذا صار بآخر عهده بدي أجي أقول له أنا إيه أنت صرت بآخر. لا، الرئيس موجود والشهرين موجودين، ثلاثة موجودين، بالنتيجة يحق للرئيس أنه يكون له هو شريك بالحكومة وله حق يعطي رأيه بكل الوزراء. لحظة تنتفق على شغلة، لأني قانونية وما بحب يكون في علامة استفهام، يحق للرئيس ميشيل عون أن يكون شريك في تشكيل، شريك في تشكيل، شريك في بالاتفاق بالتشكيل. طبعا إيه مش شريك بالحصص، ما بيفوت هذا موضوع آخر. ما في شيء بالقانون يتيح للرئيس أن يكون له حصة حكومية. عظيم، هيدي خليها على جنب، قطعناها، صارت أعرف. بس نحن عامل لك قطعناها، بس حتى ندقق التعبير قانونيا. حسب المادة 53 الرئيس الحكومة تتشكل بالاتفاق مع الرئيس، مع رئيس يلي هو بيوقعها. طيب نحن اليوم شو صار؟ خلصت الاستشارات غير الملزمة، تاني نهار الصبح بكير بيطلع الرئيس ميقاتي بيعطيه تشكيلة للرئيس ميشيل عون. وين المشكلة؟ ما في مشكلة.
كثير حلوة الفكرة وإنه هيك في سرعة وهي، ولكن نحن من خلال هيدي التشكيلة اللي تسربت على الإعلام لمسنا إنه ما في جدية، والجدية وين؟ إنه طيب ليش ما في جدية؟ رح قلك وين عدم التباس الجدية؟ رح قلك أول شيء هيدي الحكومة منا تشكيل حكومة جديدة، هو ليفتنج لحكومة السابقة، يعني مغير كم اسم وإجا قدموا للرئيس. إذا كان في وزراء ناجحين جدا بوزاراتهم وقرر الرئيس ميقاتي يخليهم لأنه منتجين وناجحين، وين المشكلة؟ إنه يعني هلا أنت عم تعترفي إنه في وزراء نجحت وفي وزارات ناجحة هلا بظل كل هاي الأزمة اللي أكيد في وزارات، في وزراء عم يشتغلوا طبعاً عم يشتغلوا طبعاً ما فينا فيك تنكري مثلا لوزير الأشغال علي حمية لا هلا خليني لا ابدا ابدا انا ومن هون فيك تنكري للوزير بيرم، فيك تنكري لوزير السياحه مزبوط انه عم يشتغل مزبوط كثير منيح عظيم انه بس هيدا وزير عم يشتغل بس هيدا اوكي هيدا برجع وبقول لك انه هو ما عمل تشكيله، هو في وزراء بقاهم وفي وزراء قرر هو يشيلهم. الموضوع انه احد الوزراء يمكن اللي قرر يشيلهم هو وزير الطاقه. اها صرنا بدون عبيت ما الأصيل. لا انتبهي انا ما عم عبيت الأصيل. لا انا ما عم بحكي انه الطاقه بس نحن عم نحكي بالمبدا انه طيب وزير الماليه غيرت الاسم واكيد غير الاسم من بعد ما راجع الرئيس بري. طيب هيدا الوزير يلي هو طائفيا يخص الطائفة المسيحية، أنا لا عم بحكيكي لا بطاقة ولا بغير طاقة، حسبي وزير تاني ما عم بحكي طاقة. طيب نحن بهيدا البلد بظل هيدا النظام الطوائفي والطائفي طب نحن آخر النهار بدنا نمشي حسب النظام، فينا نكون كونتر كوران، فينا نكون عكس هالشيء، ما فينا. طيب هيدا الوزير إنه هل أنت قلت له للرئيس حكيت معه بهيدا الموضوع؟ لا، مش بس إنه هو غير اسم الوزير لبل نقل هالحقيبة من طائفة لطائفة، طلع قال انه ما في حقيبه مكرسه لطيف. يا ست سمر معلشي انه ما حدا يزيد علينا، نحن من طرحنا المداوره، ما حدا يزيد علينا بهيدا الموضوع، بس نحن اللي عم نقوله انه الماليه بتبقى ما بدنا نعمل مشكل مع اخواننا الشيعة، بس انه الطائفه المسيحيه ماشي الحال بنطلع وبيطلع من نص دين. انا عم بعطي رايي انتبهوا، هيدا رايي انا كماي خريش يطلع من صرح الماروني بالديمان بيقول ايه انه الرئيس بيقدر هو يعطي رايه بكم اسم ما في مشكله لرئيس جمهوريه ماروني. طب نحن بظل هيدا البلد اللي موجود بدنا نحترم خصوصيات الطوائف، ما فينا نطلع هيدي اساوتها على ميلتين. في ظل لماذا سكتت في ظل تركي؟ في ظل ما تفوتيني هلا هلا رح وصلك على تركي لانه عم تهدنه. في ظل انه لا القوات مشاركين، لا التيار مشارك ولا الكتائب ولا شيء. طب نحن هيدا الموضوع هو امانه، هيدي الحصه اذا بدنا نعتبرها الحصه المسيحيه هي امانه بين هيدا بيعني اذا هوديك مش مشاركين بتضبوا كل شيء تحت جناحكم كتيار. لا ما عم نحكي تيار في مسيحي غير التيار تيار. ما عم نحكي لا تيار ولا نحن عم نحكي بظل هيدا النظام الطائفي انه عم نقول انه ما لمسنا جديه. نحن ما عم نقول الرئيس ميقاتي ما بده يالف وما عنده نية، بس نحن بهالتشكيلة تحديدا ما لمسنا جدية مقابيل الوجع يلي عم بيعاني منه المواطن. هون السؤال منقول مين ما بده حكومة؟ مش نحن اللي ما بدنا حكومة، مش الرئيس عون اللي ما بده حكومة. طيب. ربما في سؤال ربما غير أطرافي في سؤال حول موضوع الطاقة. ولكن بدي أقول لك شغلة للأسف قلنا أقل من 2019، هي الشماعة يلي كل ما بده يصير شيء بحطوا الحق يا على الرئيس عون يا على الطيار يا على الوزير بسيل. صراحة الناس قرفت من هيدا الموضوع إنه كل شيء علينا ونحن عم نعطل، وهي مين بده يعطل؟ ما نحن موجوعين أكثر من كل العالم، نحن ناسنا موجوعين.